حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعوا الحال عنا طبعا دايما عبر الام تي في، وانا طبعا بانتظار دايما اتصالاتكم. كنا عم نتواصل يمكن بشكل افرادي، ولكن اليوم فينا نقول انه رح نرجع نستقبل مثل العاده ولا مره توقفنا 24 على 24 على الخط الساخن. بعدنا بنذكر الرقم اكيد الهاتف 4444404، واليوم بيسرني كثير ان استضيف رئيس مؤسسه جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص، اللي اليوم طبعا من زمان ومش من اليوم بس، ودايما كان يحل ضيف على هذا البرنامج ليعطينا من خبرته من معلوماته من الحلول اذا بنقدر نقول بهذه الظروف يلي عايشينها اليوم بعد ما وصل طبعا الانتفاضه الشعبيه هالثوره الى يوم 47. فينا نقول اليوم في امور كثير تراكمت، ولكن في حلول مفروض تتاخذ اليوم قبل بكرة. حبيت اليوم أنه نكون مع بداية هالأسبوع مع دكتور بول، حتى أول شيء لك يعطيك العافية. تحية لك ولمشاهدين. بكل هالفترة هذه كنا عم نتابعك دكتور، وكنا عم نلاقي قديش اليوم عنا طاقات في لبنان قادر اليوم تساهم وتعطي هالمواطن اللبناني أقله نفحة من الأمل، تعطيه الواقع ما هو، شو محاذيره، شو ممكن ينعمل. ويمكن وجودك معنا اليوم كرئيس مؤسسة جوستيسيا، هون بدي أذكر أنه هالمؤسسة لما تأسست كانت تعمل هالكتيبات حتى تنور الناس إن كان بالعمل على حقوقها. اليوم المواطن اللبناني اللي وصل ما وصل إليه من ثورة هو نتيجة انعدام ثقة، وهو نتيجة تطلع إلى عايش كريم. جوستيسيا بكل هالمنشورات اللي عملتها كانت إلى جانب المواطن حتى تدله إذا بدك على خط الطريق كيف بده يتعامل إن كان مع الدولة أو مع المؤسسات ولا غيره. صدمت دكتور يما كنت متوقع هذه الثورة؟ المحيطين فيي بالعائلة بيعرفوا والمقربين من الأصدقاء، لأنه بنضل عنا هالهاجس كنت ضل أقول عن هاللي عم بيصير، وخصوصا الضوابط المصرفية اللي وضعت واللي وضعت العالم بمكان كمان لا يحسدون عليه. وتأكيدا للي تفضلتي فيه، هالمنشورات الحقوقية كمان موجودة على الويب سايت للي بيريد تبع جمعية مؤسسة جوستيسيا إذا بتريد نقولها. أكيد بنقولها ولا بنحطها على الشاشة كمان. www.justiciadh.org www.justiciadh.org يلي فيها مجموعة سلسلة دليل حقوق الناس، سؤال جواب مع نماذج، ولكن أيضا وضعنا شيء جديد بهالسنتين هو مجموعة دراسات قطاعية للبنان الغد بمثابة خارطة الطريق. هيدي اشتغلنا عليها قبل ما تجي ماكنزي، بالصحة، بالتعليم، بالنفط، بالغاز، بالزراعة، بالصناعة، بعدة ميادين مش إنشائيات وأدبيات فقط. قلنا شو المهل والمبالغ والحلول والمؤسسات لازم تتعدل أو تنشأ أو تلغى بهالقطاعات هول، وضعناها بكتاب ووزعناها على جميع المرجعيات المعنية بالتنفيذ، وإن شاء الله هالحكومة الجديدة يكون لها أذان أكبر صاغية لحتى تاخد هالخطة القطاعية بعين الاعتبار تبلش تنفيذها. يعني عنا شيء جاهز بهالقطاعات لحتى، ولم يعدل، يعني لأنه ذكرت للحقوقي لم يعدل أي شيء منهم حتى نقول أنه ما عادوا صالحين، بالعكس اليوم نحن بحاجة لهم أكثر من مبارح. هلأ الوقت للتنفيذ، هلأ الوقت للتنفيذ. دكتور بأنك حكيت عن الحكومة، كان أول مطلب اليوم يعني الحالي والعاجل هو أن يكون لنا حكومة، ولكن لما عم نسمع اليوم أنه استشارات وما في تكليف وتأليف، يعني يا ريت كمان بتعطي المواطن اللبناني، أنا بحب خاطب مواطن لبناني وين ما كان موجود بالساحات، لأنه في كتير ناس كمان ما قدروا ينزلوا ساحات لأنه بظروفهم العملية ولا المرضية ولا شيء، قاعدين ببيوتهم كمان ناطرين يعرفوا هالأمور هيدي. من حيث قصدك صيرورة إعادة بناء المؤسسات، خليني أقول لك بالأول أنه نحن هلأ أمام استحقاق الناس كلها بتعرفه، هو تسمية رئيس الوزراء المكلف. صحيح. هذا الشيء بيجري وفقاً للمادة 52 من الدستور فقرة 3 على أساس استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية، يعني نتيجتها ملزمة لرئيس الجمهورية، ويطلع رئيس مجلس النواب هيك النص بيقول على نتائجها يعني قبل ما يعلنها. فهل أولاً سؤالين، هل هذا الموضوع بيجعل رئيس الجمهورية صندوق بريد؟ لا، كمان منه هو عداد رئيس جمهورية. رئيس جمهورية شريك في السلطة التنفيذية، خلينا نقول
يعني بمكان معين، مش فقط دوره انه هو يستمع لهالنواب ويعد مين بده مين رئيس الوزراء المكلف، لو انه فعلا هو ملزم بمن يختارونه، كل نائب بده يسجل مين بده وهو ملزم بهالنتيجه، بس منه كمان عداد آلي. فلذلك ما وجد مهلة، وهذا السؤال الثاني، هل في مهلة بالنص؟ ما في مهلة على رئيس جمهورية حتى هو يدعي إلى هذه الاستشارات النيابية الإلزامية، خصوصا أنه لنا سوابق في تشكيل الحكومات، يعني هيدي مش أول وإيطالي. مرة لبنان و... يعني وقت رئيس الوزراء تمام سلام راحت 11 شهر. صحيح. على كل حال كمان تأخير رئيس جمهورية بالدعوة لاستشارات نيابية كمان منا سابقة. حتى بعض الطائف صار في تأخير أسابيع، مش تبريرا لكن توضيحا. وهون رح أجي، نحن موعودين هذا الأسبوع، يعني حتى أنصف بالحديث، وانت بتعرفيني بحكي قد ما فيني موضوعيا بشكل مستقل، حتى كمان أنصف وبضيق على الصورة كلها. رئيس جمهورية مش يعني إذا ما في مهلة بالنص الدستوري عليه يعني ما في مهلة أبدا. في مهلة بسموها مهلة معقولة ديلي ريزونابل، إجى عليها الفقه والاجتهاد الإداري والدستوري، يعني تفسير نصوص دستورية حتى ما يكون هالشيء مفتوح دون أفق. صحيح. هالمهلة المعقولة تقاس بالأيام، يعني بالأسابيع إذا بدك بالأحوال الطبيعية. فنحن إذن أمام ضرورة إجراء تقريبا 35 يوم تقريبا بدون أصبحنا على استقالة الرئيس الحالي، وضرورة إجراء استشارات نيابية الإلزامية، خصوصا دكتور مرقس ما بتلاقي، لأنه كمان اليوم مطالب الناس اليوم ملحة، يعني هالناس بالشوارع بالساحات عبرت بما صحيح. فيه الكفاية، وبعدها لليوم عم تعبر ولن تستكين إذا بدول. يعني وضعنا اليوم يختلف عن وضع يمكن بالسابق لما كنا نطالب بحكومات. صحيح. يعني ما بيستدعي الوضع اليوم المواطن. عودت رحابنا بمسرحيتهم، الولاد بدهم يكبروا ما فيهم ينطروا تشكيل الحكومة. بس كمان شيء بالشيء يذكر، يعني رئيس الحكومة بكرة كمان وقت تصير طابة ملعبه ما في كمان يطول إلى أمد مفتوح كمان شهور، البلد كمان ما بيحمل. هذا اللي بدي أقوله، لو ما في نص كمان عليه لرئيس الحكومة المكلف، هو أيضا ملزم بمهلة معقولة، خصوصا وأنه هالمرة هاي لحتى نشرح رح يستمع هو بدوره لهالنواب، كل حدا من النواب رح يطالب بالحقائب اللي سموها السيادية، هذا التعبير الهجين المزخ. مش مفروض بقى يعني مع لأنه كل مع وزارة الثورة لازم تكون مهمة. ما في وزارات سيادية وغير سيادية. وزارة البيئة اليوم من أهم الوزارات، وزارة الثقافة من أهم الوزارات، وزارة التربية من أهم الوزارات، هودي بيبنوا أجيال بيخلوا الناس بصحتهم، هذا يعني خلينا نتفق دكتور مرقس على أنه اليوم من سيأتي وزيرا جاي بمهمة وطنية له شرف أنه يؤديها، واللهم ساعدوني وإلا أنا بستقيل، ما بده يجي لحاله، بده يجي معه سكد وكشاج أصلا لأنه بده ينام بالوزارة، بده يخفف مآتم وعزوات وأفراح وأعراس وعشوات باتجاه انه فعلا ينجز، لانه الناس رح تكون ناطرته بالمرصاد. اكيد، يعني لانه بده يصير دور الثوره مراقبه فعلا شو بدهم يعملوا. انا اخشى انه يعجلوا عليه كثير، لانه كمان بده وقت، حتى اذا هو خصوصا منه اختصاصي، لذلك ضروره وجود حكومه تكنوقراط تا يقدر دغري يفعل بالملف اللي هو بصدده، مش يقعد يتعلمه ويرجع يعيد النظر بالسياسات اللي اجى عليها خلفه اللي قبله. وبالتالي أمر مهم يكونوا مع صلاحية استثنائية طبعا لا يقدر يتحرك، يعني هالوزير بدعي لذلك. هلأ اليوم في نقاش دستوري وهو محله، على كل حال حاول إذا كان ممكن تعطي صلاحية تشريعية للحكومة بعض الطائف، ما في شيء نص بيمنع، عند ما يكون في عدم منع معنى ذلك الإباحة، الأصل هو الإباحة، المبدأ هو الإباحة، القيد هو الاستثناء اللي هو منع، طالما ما في منع معناتها الأصل والمبدأ هو حرية إمكانية تفويض التشريع، هذا بيصير بقانون يصدر عن مجلس النواب بوضوح، بيحدد بشكل محصور قطاعات اللي حق فيها الحكومة تشرع بموجب مراسيم اشتراعية، ونحن عنا هلأ حوالي 380 مرسوم اشتراعي عايشين في ظلهم وبعدهم مناح، يعني الأوفشور والهولدينج أو الشركات المتميزة قائمة على هالمراسيم الاشتراعية، قانون الدفاع الوطني مرسوم اشتراعي، البناية اللي قاعدة فيها مرسوم اشتراعي، الأبنية المشتركة تنظيمها، يعني مش انه دايما نقول عن الشغلة، لا، عاد ما نوضع لها ضوابط وشرط كمان، وقت تسن الحكومة يعني توضع مرسوم اشتراعي بدها ترجع لمجلس النواب تقدر هو كمان يحط فيتو عليه او لا.
يعني مش اللحنة مجلس النواب صلاحيته التشريعية، لا عك حلو رح يبقى لمجلس النواب بسلطة الرقابة يعني بالنتيجة. طبعا نحن بنقول فصل النيابة عن الوزارة كنا بنعني فيها انه مش معقول الوزير يحاسب حاله، لانه اليوم هالكتل اوكي اذا طالع من هالوزارة كيف بتحاسب حاله؟ ما حدا بيحاسب حاله، خلينا نكون واضحين. تأكيدا على اللي عم بتقوليه، تصوري لك مثلا هيدا المجلس أعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء مثلا اللي طلب هذيك المرة انه يصير في ادعاء أمامه بموضوع وزارة الاتصالات، بصرف النظر عن هذه الواقع بس أقول لك مثلا هيدا تشكيلته كمان تشكيلة هجينة مسخ. تصوري قائم على 15 عضو بين نواب وبين قضاة، تصوري سوا يقعدوا قضاة ونواب خلافا لمبدأ فصل السلطات، كمان الاتهام بده يجي من مجلس النواب بثلثي عدد أعضاء المجلس، يعني بدك توافق كتل وبدك هول النواب والقضاة اللي النواب بيناتهم بيمثلوا الكتل طبيعة الحال انه بكره يجرموه لهالوزير، ودك 10 اصوات من اصل 15. يعني هيدا عمليا المجلس الاعلى لعدم محاكمه الرؤساء والوزراء. ماذا عن استعاده الاموال المنهوبه او الموهوبه؟ خليني اقول لك كم لا. اول لا هي انه نحن ما بدنا قوانين جديده لحتى نتحرك، يعني في نتحرك تلقائيا. في عندك قانون العقوبات 351 الماده هاي وطلوع كلها بتحكي عن صرف النفوذ، حتى بتحكي عن تواطؤ بين المقاولين بين بعضهم ضد الدوله، بتحكي عن استغلال السلطة، بتحكي عن رشوة، بتحكي عن كل هالأمور. أكيد بدأ تطوير وتحسين أكيد، لكن مش يعني مش موجودة، مش يعني ناطرين قوانين نحن. يعني خيرا يفعل مجلس النواب إذا هلأ عم يدرس باللجان المشتركة بعض القوانين، وهلأ بحكيك عنها إذا بدك. لكن مش يعني نحن لازم نضلنا ناطرين، نحن لازم نرفع الحماية السياسية هيدا الأهم. اثنين لا بموضوع لا الثاني، موضوع أنه كمان مش ناطرين يرفعوا السرية المصرفية، لأنه بمقتضى القانون 44 على 2015 هيدا اللي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هو بحد ذاته عطى هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان اللي هي هيئة متخصصة وكتير تقنية وجيدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عطاها حق الاطلاع على الحسابات المصرفية دون أنه توقف بوجة السرية المصرفية حكما ما بحاجة لرفع، وعطاها تحقق بجرائم مثل الفساد واختلاس الأموال العامة والإثراء غير مشروع. ما في مانع أن هي تتصدى لهالمواضيع، مش بس نضلنا ناطرين تبييض الأموال بمعنى أنه إذا حدا هو عمل سرقة أو تجارة مخدرات، لا بدنا نفكر كمان بمصلحتنا الوطنية هالمرة، وما نضلنا ناطرين كمان إخبارات وشكاوى من الخارج، ننطلق داخليا وذاتيا لهذه المكافحة. ماذا عن ما يشاع اليوم المجلس الأوروبي رح يبلش يطالب باستعادة أموال الأموال بالخارج؟ هيدا اللي كنت بدي أسأل لك عليه، إنه كمان هل هالشي صحيح؟ هذه مش رائعة، هيدا شي ممكن يصير؟ كمان لا، التالتة كانت إنه مش بحاجة نحن لقانون خاص لاسترداد الأموال بسموها منهوبة، لأنه حتى أكيد بالخارج أو بالداخل أكيد نحن بحاجة بمرحلة تالية لترميم هالقوانين الموجودة، تحسينها ربما سن مثل هيدا القانون، بس مش هيدا عائق حاليا أمام استردادها، لأنه لبنان ماضي سنة 2005 على اتفاقية مكافحة الفساد والتعاون الدولي بهذا الموضوع. بدك مين يقدر يرفع الحمايات السياسية إذا السلطة السياسية بلبنان الدولة منا راغبة؟ ما فيها دول العالم تجبرها تكافح الفساد السياسي وترد لها أموالها اللي بتعتبرها هي منهوبة، لا بدك مركزيا يكون في قرار. هذا القرار لم يعلن ويصدر للعموم وللملأ وللدول وللهيئات ووحدات خصوصا الاخبار المالي بسموها اللي هي نظيرات هيئه التحقيق الخاصه، مثل ما في هيئه التحقيق الخاصه بمصرف لبنان في نظيرات حول العالم بفرنسا بغيرها، في تراكفان، في بالولايات المتحده فينسن وغيرها من الهيئات، مثل ما في اس اي سي بلبنان سبيشال انفستيجيشن كوميشن. بس بدك تحريك للنيابات العامه وبالتالي يكون في بالخلفيه رفع غطى سياسي عن الكل، هذا الامر مش موجود. هلا بقول لك مجلس النواب ايه في باللجان المشتركه كثير نصوص جيده، بس في عندك اربع خمس نصوص لرفع السريه المصرفيه ما لهم لزوم، كلهم هول مع غيرهم بنحطهم ببوتقه وحده اسمها قانون الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. هالهيئه اللي لازم تتشكل كان عنده ملاحظات رئيس الجمهوريه عليها، بيسوى يتاخد بهالملاحظات اللي هي بتاخد فيها، بصير في هيدا القانون، هذا القانون كتير مهم، بقلبه بتحط شيء اسمه أنه لا تقوم السرية المصرفية بوجه هذه الهيئة بهالجرائم الثلاثة، فساد، اختلاس الأموال العامة والإثراء غير مشروع، وبتخديهم من صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة. بتصير هاي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي مركزيا مختصة بهالموضوع تحديدا وعندها إمكانات التحقيق، وبذكر كمان هيئة التحقيق الخاصة لها إمكانات تجمد حسابات مصرفية حتى اليوم، ولا حق توضع قيود احتياطية على العقارات. على كل حال نحن من بعد هذا الفاصل رح نكمل
حتى نعطي كمان معلومات إضافية للمواطنين، للمنتفضين، لكل من يريد أن يعلم وين الخطوات اللي لازم ياخدها مستقبلا لا يحقق الحلم يلي كلنا بدنا إياه. إن شاء الله. نتابع الحلقة عنا مع دكتور بول مرقص. دكتور، يمكن اليوم كمان مشاهدينا بيسألوا ما هي الحلول، ما هي الحقوق المرجوة اللي ممكن ما بدها لا تشريع ولا شيء، بدها إرادة مثل ما قلت، حتى نبلش نفصل تباعا. دكتور، حق الناس بالعمل، حق الناس انه مدخراتهم مصرياتهم، حق الناس بالعيش الكريم، مش يعتل هم البنزين والدواء والشغل و50% خصم وصرف تعسفي خليني اقول لك عن شغلتين. رح بلش بالشغله السريعه. نعم. انه عرفت من وزير العمل، سمعت انه عم بجمد موضوع الصرف الاقتصادي. نعم. بتعرفي انه بقانون العمل بحق له صاحب العمل عندما يكون في ضائقة اقتصادية وظروف قاهرة تدعي إلى صرف العمال والأجراء من دون ما يمر بالآلية العادية اللي هي تعويض وإنذار وإلى ما هنالك من إجراءات بسبب هالظروف، أنه يبعث للوزارة لائحة باللي بده يصرفهم مع برنامج لهذا الصرف، وأنه يعيدهم عند أول فرصة سانحة. نعم. فعم بصير في إذا بدك يعني معقولية بهذا الموضوع رغم الظروف المحيطة. نعم. الأمر الثاني، أكيد اليوم في مبدأ اسمه لا أجر لا عمل، يعني وهذا صحيح. الاجتهاد على كل حال القضائي إجا يكرسه، فما فيك تلزمي صاحب العمل كمان ما عم بيجي على الشغل يضله يقدر يدفع له. صحيح. بس بده يكون في هون إن شاء الله كمان بالاجتهاد القضائي بكرة من قبل مجالس عمل تحكيمية مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية اللي عم بمر فيها البلد، بحيث أنها تنصف صاحب العمل والأجير نفس الوقت. وهي شغلة القضاة. اليوم القضاة إذا ملاحظة، القضاة العجلة خصوصا، عم بيحاولوا أيضا ينصفوا بين المصرف وبين هالمرة المودع. سألتيني إيه هذه الأول مرة عن العميل. صحيح. يعني ما عم بيروحوا باجتهادات إذا بدك رنانة، يمكن صار في مطرح معين، لكن عم بيحاولوا يوحدوا هذا الاجتهاد بشكل انه كمان ما يصير في تعسف من اي من الفريقين. لقلك انه اليوم وقت اللي العالم كلها تتهافت على المصرف، ما في مصرف بالعالم لو كان كبير بيقدر يقضي يضاين. بس هذه هل صحة انه نسحب مصاري حتى ببيوتنا؟ ما هل عبوله التهافت على المصارف بيؤدي هو بحد ذاته الى ضرب المصارف وضرب نفسنا بنفسنا. يعني قلت لك ما في بنك بالعالم بيتحمل كل المودعين يتهافتوا عليه. ليش؟ لانه عاده ود ياخذ منك هالايداعات المصرف، مش كلهم بيخليهم غبة الطلب ناطرك تشتخديهم. صحيح. انت بتعرف انه بجمديهم في استحقاق، حتى على الاستحقاق اليوم ما بيفترض هو انه كلهم رح يجوا بفرض ضرب ويسحبوا كل شيء، بوقت نحن بدنا كل شيء بنفس الوقت. فنحن كمان بدنا مثل ما عم نحكي عن مسؤولية المصارف، بدنا نحكي عن مسؤوليتنا قلنا، ويكون عنا هالحد من المسؤولية الذاتية. يعني بده يكون عنا دكتور مرقص مسؤولية وطنية تحملها كلنا تنقطع هذه المرحلة. بس في حدا تالت بده يكون عنده مسؤولية بأقل أخطار بس في حدا تالت نسينا نحكي عنه. ايه؟ هو الدولة كمان يلي هي الراعي. بدنا حكومة لأنه الحكومة بتعطي إشارة ثقة. أكيد. مش كافية. أكيد. لكن مضيئة على الأقل بأول هالطريقة هي. نعم. ولذلك اليوم كان بيسوى انه هالاجراءات المصرفيه اذا ولابد تصير، مع انها هي مخالفه للاقتصاد الليبرالي الحر المنصوص عليه بالدستور اللبناني يلي نحن بنتغنى فيه كنا بلبنان. حريه القطع، حريه التحويل، حريه العملات، حريه التداول، كل هول من مبادئ الليبراليه الاقتصاديه. لكن صارت كان بيسوى تكون يا بقانون منظم من مجلس النواب بوضوح او بمقتضى تعميم يصدر عن مصرف لبنان. للاسف طلبت بهالشيء اجتماع بعبده من يومين ثلاثه، قال انه بده يصدر هيك شيء وناطرين بعدنا. ليش؟ لانه بده يصدر تعميم بكون في وضوح. صحيح. اكثر بعدين فيها نرتكز لهالتعميم، فيها يكون في تعميم. المواطن اللبناني مين سلطته؟ جمعيه المصارف. صحيح. صح، منطلقها حميد وخلفيتها ايجابيه، عم تحاول تحمي المودعين. نعم. اذا بدك. صحيح. بهالاجراءات كمان لو تروح البنك بروحوا اموالهم لا سمح الله، لكن هي منا سلطه على اللبنانيين، هي جهاز نقابي. اذا بتعرف هي فقط نقابي، جهاز نقابي بين المصارف. يعني عمليا المصارف عم توضع اجراءات من جانب واحد، هيدا كان بده تنظيم. ان شاء الله هالتنظيم يجي. وهلا كمان موضوع الصرافين واصلين له بتصور يجي هالتنظيم اول شيء عادل ومتكافئ. يعني اعطيك مثل بسيط،
اليوم ما بيجوز إذا في عندك تاجر عليه يدفع لطرف ثالث، عم بيجي التحويل بيعلق هيدا التحويل وقت في حول لهم لهالاطراف الثالثين اللي هن بدهم منه مصاري ناتجه عن هذه التجاره اللي على اساسها اجاها التحويل. امر اخر كثير بسيط، انا وياك اليوم انت مدخره فقط لا غير، عندك بدي افترض 50,000 دولار بهالبنك، وانا بدي افترض بدي افترض هيك عم نعطي مثل افتراضي انه انا تاجر عندي 100,000، بجوز انت تاخذي مثلا بدي افترض 300 دولار او 500 دولار او 1000 دولار بالاسبوع، وانا كتاجر عندي عمال او عندي مهنه حره او عندي غير امر وعندي متطلبات وعندك التزامات نفس خارجيه نفس المبلغ. لا على الاكيد. طيب عم نعطي مثل افتراضي بس هذا واقع معيوش ومضايق الناس كلها، هي بدها اعاده نظر. وماذا عن تخفيض الفوائد يلي يمكن من ابرز النتائج توصلوا لاخر اجتماع بعبد المال اللي نطين هلا مصرف لبنان، وهيدا قالوا هيدا حل من الحلول السريعه، هيدي شو على مين يعني اكثر شيء بتوقع الخساره اذا بدنا نقول خساره، او هيدي بمحلها هلا نخفض فوائد يلي كانت هي سبب كمان اللي وصلنا لهون، تعليتها كانت سبب. وكمان بدعي انه صحيح طالبنا كثير بتعاميم، لكن هالتعاميم كمان تيجي بشكل خجول نسبوي. يعني نسبوي. كيف نسبه؟ اولا لمين عم تعطى معه، ونسبه للمبالغ اللي عنده اياها الشخص. يعني ما بجوز اليوم خفض للنص فايده شخص مدخر متقاعد ناطر هل اخر الشهر ليقبض فايدته. خفضها للنص مثل ما انا كمان بخفض للنص. يعني كبار اذا بيطلع له 50,000 ليره بيطلع له 25,000 ليره ما بتوصلوا على البنك، لان في ناس عندهم هالمبلغ الصغير. مش بتمنى وبلح وبطالب من هلا انه هيك تعاميم تدرس على نحو كتير متدرج ومتزن ومكيف على الشخص اللي بدها تنطبق عليه، ان كان مودع صغير او متوسط او كبير، ووفقا للترانشات ولبل نعفي الشطور الاولى. يعني بدي اعطيك مثل مسار هو ضريبه الفايده المصرفيه. بتتذكري كانت 5% صارت 7 بعدين 12 بعدين طلعت ما بعرف. طب بجوز هيدي اللي غرت الناس 10، بجوز انه كلهم يعاملوا نفس المعامله؟ ما هن عندهم اوضاع مختلفه. يعني اليوم برجع للمدخر او للارمله اللي حاطه فلسه او بالبنك او للمغترب اللي حاطت لامه او لاخته او لبيه اللي مش قادر. يعني هل 100 مليون اللي عم تنتج فايده بسيطه بجوز انه حط لها نفس الضريبه؟ طيب كيف بدنا نستعيد الثقة، ثقة المواطن بمصرفه، ثقة المغترب بالمصارف اللبنانية؟ بدك إشارات مضيئة. شو الإشارات المضيئة؟ أولا اليوم هو مش بس تسمية رئيس الوزراء، لأن الناس بدها تضل تخاف أنه كرة النار يحتضنها هو ويضل ناطر ما يقدر يشكل حكومة. رغم كنت عم بقول لك قبل هو منه ملزم بكرة بالمشاورات النيابية اللي بيجريها، منه ملزمة لإله. يعني كل واحد رح يطالب بهالحقائب اللي سميناها، لكن ايضا بده يطالبوا كمان النواب بعدد كبير من الحقائب، ما انه ملزم يلبي طلبات الكل، هو بما يقتنع وب وهل بعد بناسبنا 30 وزير او تكون اكيد؟ لا بده يكون تقريبا النص مع مراعاه طبعا توزيع الطائفه، لانه بعدك فيه هيدا المراعاه، وفي مراعاه ثانيه بدك تعمليها للحقائب اختصاص. للحقائب حقائب الاختصاص يعني الاساسيه. يعني تقريبا عندك انت من 15 لا 20 وزارة موجودة بملكات معينة ما فيك تتخطيها. صحيح. هلا وزارة الدولة فيك تستغني عنه. فمن ملزم بكل هيدا اللي بيطلبوا بكرة فيه ويطالبوه النواب. بيقترح شيء معقول ومقبول على رئيس الجمهورية، لأنه ساعتها بدهم اتفاق بين بعضهم ليصدروا مرسوم تشكيل الحكومة. فهيك إشارات بتعزز الثقة الداخلية، ساعتها بترد المودع عن المصرف وبيرتاح بيتطمن إلى حد معين. حد مشروط هالمرة أكيد بالتنفيذ، وهالخارج بيستعيد شوي هالثقة اللي اهتزت وبعيد يعيد النظر بتصنيف لبنان شوي شوي. بس في كمان سؤال للناس اللي بتعرف كل الناس اليوم متدينة، كل الناس كانت وصلت لو متدينة لشقة للمؤسسة العامة الإسكان، مع أنه وقت توقفت القروض بلشت المشكلة يحسوا فيها الناس كمهنة وقت فيها. في ناس أخذي يمكن متدينة لمشاريع لشيء. طب هودي إذا مش قادرين اليوم يردوا هذا الدين، طب شو بيعملوا؟ هل رح يعفون من التأخير؟ هل رح لازم يكون في إجراء؟ لأنه في وضع اليوم بالبلد، في عالم تركت أشغالها صرفت، في عالم سكرت شركاتها أفلست، في عالم بعمر معين ما بقى تقدر كمان تعمل
بزنس جديد ما بقى فيه إلا مدخول، طب كيف بدها تلتزم؟ خليني أقول لك بهالحالة هالإرباك هيدا كيف ممكن معالجته؟ ما يسمى فوائد التأخير انتري دو روتار بموضوع القروض لازم ما تتقيد أبدا على حسابات الزبائن، وهيدا من المطالبات البدعي جمعية المصارف ومصرف لبنان اللي عم بيصيغ تعاميم حاليا انه يطلبها، لانه كمان ما بيجوز وقت يكون في قوة قاهرة وظروف اقتصادية هالقد ضاغطة انه تطلب من الناس يسددوا على الوقت على الاقل على الوقت. فمن هيك انتري دو روتار فوائد التأخير لازم ما تصير وما تكون، واذا حدثت ممكن لهذا المقترض او المدين ايا يكن يوجه رسالة للمصرف مع اشعار استلام انه انا بوضع اقتصادي هلا بتسجل علي هالقيود المحاسبيه، بيقدر يعملها طبعا بيقدر، شرط يعللها، بده يعللها انه هو اذا صرف اذا وقف اذا يعني، ويقترح وفي يقترح برنامج تسديد لكن الى اقصاه كمان، يعني ما بدنا لانه بينخاف على شهر شهرين في حال لا سمح الله استمرت الأزمة، يمكن إذا أخذ شقة نكون سلبيين يمكن بالمطلق تعلن ما بدنا نكون سلبيين بالمطلق، بدنا نكون نحن يعني كمقترضين كمدينين إذا بدك عنا معقولية بالطلب ومنطق نقول نحن بهالظروف نطلب عدم تسجيل هالفوائد المدينة التأخير، ونطلب برمجة على هذا النحو يعني ريسكادجولينج، بنطلب ربما إعفاء أو استهلاك مبلغ، ونحن مستعدين لهالبرنامج، ويكون المقترض عم بحاول للآخر يدفع ليحافظ على هالوضعية اللي هو فيها لما نوصل بمطرح هل دائن المقرض اللي هو المصرف مثلا يضطر يحجز له على عقاره أو على سيارته أو مفروشات بيته أو على جزء القابل للتنازل أو الحجز عليه من الراتب إذا بعده عم يشتغل. يعني اليوم إذا اتفقنا على الانتفاضة هيدي، هالانتفاضة الحية يلي النقية أنا عم سميها، لأنه نزلت بوجع، نزلت من عدم ثقة إن اليوم اللي هي بعدها بالساحات وين ما كان عم بتطالب، يمكن هيدي بدها تضيفها بشكل صار واضح لكل المعنيين حتى يوصلوا إلى نرجع للوضع الطبيعي اللي كلنا بنحلم فيه. دكتور مورس أنا بدي أشكر كتير اليوم حضورك معنا، أعطيتنا من خبرتك من وقتك، وطبعا لكل المشاهدين بدي أقول لهم مستمرين معكم مثل العادة دايما بتتواصلوا معنا على الخط الساخن 044-444-444. إلى اللقاء بكرة عبر الحل عنا MTV، وبتمنى طبعا كل هالأمور اللي عم بتقولها تكون في أذان صاغية عند المعنيين فيها. دكتور بول مورس شكرا. أهلين.